اروح للاستاذ محمد مهدي. والاستاذ محمد مهدي موقع 24 هو اول موقع انفرد بالخناقه اللي حصلت ما بين مرتضى منصور واحمد جلال ابراهيم. نشوف جابوها منين. طبعا اللي انفرد بتفاصيلها الاستاذ علاء حمام، ولكن اول ناس كتبوا كان موقع 24، عشان ندي كل واحد حقه، عشان ندي كل واحد حقه. موقع 24 هو اول من كتب عن هذا الموضوع. واجيب لكم الخبر اهو، اجيب لكم الخبر. كان عندنا مهم جدا، قال في اجتماع طارئ لاتحاد الكوره لمناقشه قرار ايقاف مرتضى منصور 4 سنوات. خبر مهم جدا. استاذ محمد مهدي، السلام عليكم. اهلا بيك واهلا بكل متابعينك الكرام. خليني أبدأ الأول من اتحاد الكرة، وجاءني هذا الخبر العاجل. اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، وكتبت التفاصيل في اليوم السابع بأن هذا الاجتماع يا أستاذ محمد كما كتب اليوم السابع حرفيا يعقد مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا طارئا خلال الوقت الحالي من ساعتين لمناقشة قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات بعد الشكاوى المقدمة ضده من أكثر من جهة. وأفادت مصادر بأن هناك خطابين من اللجنة الأولمبية وصل لمقر اتحاد الكرة بالعقوبات الموقعة على رئيس الزمالك، إلى جانب منعه من حضور المباريات في البطولات المحلية خلال فترة إيقافه. وتابع المصدر أن هناك بيان سيصدر بهذا الشأن. ما لديك من تفاصيل يا أستاذ محمد؟ طيب يا ريس، يعني مبدئيا مع كامل احترامنا لكل الزملاء، ولكن القصه بس عشان بس في عدد من النقاط يعني الناس مش واضحه للناس بشكل كبير. بعد ما اللجنه الاولمبيه خدت قراراتها القويه بايقاف رئيس ثاني حاجه على كره اليد اتحاد كره السله لابلاغه بالقرارات انه رئيس نادي الزمالك موقوف لمده 4 سنوات عن ممارسه اي نشاط رياضي، لا يحق له المشاركه، لا يحق له حضور المباريات، لا يحق له حضور الجمعيه العموميه، لا يحق له كل ده. فبالتالي هي بتبعت الاتحادات، الاتحاد الكوره مش عنده اجتماع طارئ ولا حاجه، هو جاله الجواب من اللجنه الاولمبيه بالقرار بتاع رئيس نادي الزمالك. اتحاد الكوره سيعتمد قرارات اللجنه الاولمبيه بايقاف رئيس نادي الزمالك ومنعه من ممارسه اي نشاط يخص كره القدم اللي هم الامر المختصين به، وبالتالي ايقافه، منعه من حضور المباريات، منعه من حضور الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، منعه من حضور اي اجتماعات لاتحاد الكوره يكون مدعو الانديه يعني الجمعيه العموميه، مناقشه اي قرارات هو غير مسموح ليه بالحضور. فبالتالي اتحاد الكره سيدعم القرار ان هو بتاع اللجنه الاولمبيه، سينفذ القرار اللي جاله من اللجنه الاولمبيه، مش هياخد قرارات جديده. يعني خلينا نقول انه ليس اجتماعا طارئا، وانما هو اجتماع كان معتادا. يعني بالظبط بالظبط، يعني مرتب ان احنا كلجنه اولمبيه خدنا قرارات 1 2 3 4 وبنبعت لكم كاتحاد الكوره تطبقوا هذه القرارات، وبالتالي اتحاد الكوره هيطبق القرارات اللي جايه له من اللجنه الاولمبيه، لان اتحاد الكوره كان طرف اصيل في الشكاوى التي قدمت، شكوى من عمرو الجناين رئيس اللجنه الخماسيه ومن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه، وشكوى اخرى من وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، كانوا شكوتين مقدمين من اتحاد الكوره ضمن ال7 شكاوى التي قدمت اللجنه الاولمبيه ضد رئيس نادي الزمالك. فبالتالي بعد ما وصلهم الخطاب من اللجنه الاولمبيه هم سيطبقوا وسيدعموا قرار اللجنه الاولمبيه بايقاف رئيس نادي الزمالك وعدم مشاركته في اي نشاط كره قدم يخص الاتحاد المصري لكره القدم يعني. طيب. ولكن ليس يعني اجتماع طارئ، وليس يعني اجتماع جديد، وليس عقوبات جديده، عشان بس برضه نوضح المعلومه للناس انه في قرارات صدرت ضد رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكوره هينفذ هذه القرارات بمنعه من حضور اي مباريات اخرى. وده حتى كان في المفروض لجنه الانضباط النهارده لما طلعت العقوبات على عدد من اللاعبين، كان المفروض كان في عقوبه على رئيس نادي الزمالك، تم حجب العقوبه لانه خلاص هو اوريدي ما بقيش موجود في المشهد الرياضي بالنسبه لاتحاد الكوره، خلاص واتحاد الكوره جاله جواب من اللجنه الاولمبيه ان انا ده مش موجود تماما لمده 4 سنوات، مش موجود، لا يحضر ماتشات ولا يحضر مؤتمرات ولا يحضر اجتماعات ولا يحضر جمعيه عموميه، وبالتالي هو غير منوط به. فبالتالي اتحاد الكوره يعني شايف انه ما فيش داعي ان هو يصدر عقوبه جديده، خلاص هو واحد معاقب اصلا ومش موجود في الساحه يعني الرياضيه، فبالتالي انا مش هعاقبه تاني، فاتحاد الكوره هينفذ هذه العقوبات بحذافيرها يعني. يعني خلينا نقول ان هو يشتم
والفرادة أو الأفراد القليلين اللي حواليها يحاولوا أن يظهروا أن وراء ظهير من الجماهير للتخويف، لكن كل مؤسسة في الدولة تأدي دورها ولا تنظر إلى أي ضغوط خارجية. بالظبط يا ريس، وانا كنت امبارح يعني قلت لحضرتك لما حضرتك حتى سالتني عن اللجنه المنبيه، قلت لك اللجنه المنبيه مش جهه تنفيذ، وده الكلام اللي قاله النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مداخلات هاتفيه، انه احنا كوزاره الشباب والرياضه مش جهه تحقيق عشان خاطر نقول القرارات دي او اللي صدرت من اللجنه المنبيه سواء هي قانونيه او غير قانونيه، احنا الجهه الاداريه دي جهه تنفيذ. اللجنه المنبيه خلاص دورها انتهى عند اصدار القرارات، وبالتالي خضت الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه لتنفيذ هذه القرارات، ثم خاطبت كل الاتحادات، يعني نفس القرارات دي راحت لاتحاد كره القدم عشان ينفذ العقوبات، راحت لاتحاد اليد عشان ينفذ العقوبات، راحت لاتحاد السله، اتحاد الطايره، كل الاتحادات وصل لها الخطابات بالعقوبات الموقعه رئيس نادي الزمالك لتنفيذ العقوبات، خلاص يعني كل الاتحادات هتتعامل انه رئيس نادي الزمالك غير موجود تماما امامهم في حضور اي مباريات، حضور اي اجتماعات، حضور اي جمعيه عموميه للانديه، او غير موجود تماما، ويطبق عليه على النادي العقوبات في حال انه رئيس نادي الزمالك رفض توقيع رفض هذه العقوبات. طبعا في عقوبات متوقع على النادي، يعني هو ممنوع كده، ممنوع من دخول الماتشات، اذا اصر على دخول الماتشات بصفته رئيس نادي الزمالك فبالتالي في عقوبات على النادي نفسه مش على رئيس نادي الزمالك، اللي هم مش بيتعاملوا معاه نهائيا دلوقتي، يعني اي ورقه او خطاب هيوجه من نادي الزمالك الى اتحاد الكره بتوقيع مرتضى منصور لن يعتد به كانه مش موجود، لازم التوقيع اللي يجي من المدير التنفيذي او من احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي حاليا، غير كده اي ورقه هتروح لاتحاد الكره المصري بتوقيع مرتضى منصور غير معتد بها ولن يعترف بها نهائيا يعني. طيب خلينا نقول يا محمد سؤال مهم، هل ده معلومات ولا من مصادر؟ يعني انت بتتكلم ده كصحفي او اعلامي مراقب وبتغطي اتحاد الكرة، ولا دي معلومات سألت فيها المسؤولين في اتحاد الكرة؟ لا دي معلومات يا فندم، يعني دي معلومات من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، كل الكلام اللي انا قلت لحضرتك عليه، عشان كده وضحت لحضرتك قصة الاجتماع الطارئ، لانه يعني فورة يعني ان الخبر انتشر انه في اجتماع طارئ لاتحاد الكرة، فبدأت بعض التساؤلات الناس اللي يعني ليه اجتماع طارئ ما هوش فيه عقوبات، فبالتالي يعني تواصلنا مع المسؤولين في اتحاد الكرة، وقلت لحضرتك على ال الكلام اللي فات ده كله كان على لسان المسؤولين في اتحاد الكرة، مش كلام من دماغي يعني، انه رئيس نادي الزمالك بالنسبة لهم منذ يعني الخطاب اللي وصل لهم من اللجنة الأولمبية غير موجود تماما وغير معترف به، يعني اي ورقه هتيجي من نادي الزمالك، اي خطاب، اي حاجه من نادي الزمالك لاتحاد الكوره عليها توقيع مرتضى منصور غير معترف بها لن يتم مناقشتها وكانها والعدم سواء، اي جمعيه عموميه لاتحاد الكوره مرتضى منصور لن يحضر الجمعيه العموميه، فيحضر ما ينوبه يعني المستشار احمد جلال ابراهيم او اي عضو مجلس اداره من المجلس الموجود او المدير التنفيذي يحضر الجمعيه العموميه، وبالتالي اي مؤتمرات واي اجتماعات ستكون بين اتحاد الكره وبين الانديه ايضا لم يحضر فيها رئيسنا للزمالك، فدي بقول لحضرتك دي معلومات مؤكده تماما مش حاجات من دماغنا يعني. يبقى خلينا بس كنا ننفرد بالكلام اللي قاله الاستاذ محمد ده مهم جدا وانفراد لينا، خلينا نوضح حاجه، ان الاتحاد المصري لكره القدم هيئه مستقله لن ينتظر تعليمات من وزارة الشباب لتنفيذ قرارات الأولمبية من عدمه. اتحاد الكرة المصري سيصدر بيان خلال الساعات القليلة القادمة للتأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية على المعزول مرتضى منصور. ده ملخص اللي قاله الأستاذ محمد مهدي حصريا لينا، وده اللي قاله الوزير، وهنقول لكم تصريح الوزير وهنذيعه. كل الهيئات المستقلة لا تتداخل مع بعضها. النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم تبعيته للفيفا واللجنة الأولمبية. النهاردة الشق المالي والإداري لوزارة الشباب والرياضة. الاتحاد المصري لم ينتظر من وزارة الشباب والرياضة أن تعطيه قانونية ما قالته اللجنة الأولمبية من عدمه. هو طبقا للائحته والميثاق الأولمبي اللي ماشي عليه هذه القرارات صحيحة ومطابقة للمواثيق. الاتحاد المصري لكرة القدم سينفذ القرارات الأربعة التي جاءت على المعزول مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية، وسيطبق الآتي:
حتى عدم حضوره المباريات، عدم الاعتداد بتوقيعه في الخطابات الموجهة من الزمالك إلى الاتحاد، عدم حضور أي جمعية عمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، وما يترتب على ذلك من مستجدات سيوضحها البيان خلال ساعات. أنا فهمتك صح كده يا محمد؟ بالضبط، أنا زي ما حضرتك قلت كده بالضبط. أشكرك يا صديقي المحترم، لأن ده كان انفراد مهم جدا جدا. طب ما لديك من معلومات؟ هل البيان ممكن يصدر في ساعة متأخرة من الليل ولا باكر الأربعاء؟ لا لا، النهارده مفيش حاجه. الاتحاد طبعا كان مجتمع النهارده، وبيسيب اجتماعات عاديه هم كل يوم، يعني اللجنه الكوميتيه كل يوم مجتمع في اتحاد الكره، لانه في عديد من الاحداث مش حديث ايقاف رئيس نادي الزمالك فقط في